مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا القصة ديال خديجة، خديجة اللي كانت في الإسبان، اللي كان لها طموح في العمل ديالها، لقات راسها في البرازيل، دوزات السجن من بين أصعب السجون في العالم. مشاهدينا الكرام، بعد الفيديو التفاعل ديال المغاربة بشكل كبير معها وبشكل خاص الجالية المغربية، غادي تشوفوا معايا المستجدات في الموضوع. خديجة، وضعنا الفيديو، كتبكي عاوتاني، قولي اللي بغيتي وقولي لي كيفاش تعاملوا معاك المغاربة، مشكورين. وهذا ماشي حاجة اللي تنعرفوها فيهم، حنان فيهم الخير، ما غاديش يدوزوك. تفضلي. الحمد لله، الحمد لله، اتصلوا بي المغاربة من جميع أقطار العالم وتعاطفوا معايا، خواتاتي، جيراني، كل شيء اللي كانوا ما كيعرفوا عليا حتى شي حاجة كيقولوا ما عرفونيوش، مت ولا حييت. صراحة المغاربة بكوا معايا، دعوا معايا، تعاطفوا معايا، بغاو يمدوا لي المساعدة. كاينة مسكينة اللي ما فعلش، تقول لي نمشي نجيب لك ورقة، نمشي لك القنصلية، شنو بغيتي ندير لك؟ أعطيني معلومات. دراري صراحة، الناس مساكن خدامين كتقول لك احنا لو مثلا نكون ما في استطاعتناش في يدنا نديروا معك اي حاجة، نطي بلاصة ونجي ونمشي وليك، نجيبوا لك ورقة، نجيبوا لك حاجة. جيراني كاملين مساكن اتصلوا بيا وتعاطفوا معايا وبكوا معايا، وتجمعوا حدا المدرسة ديال ولدي اللي كانوا كيقراو معاه فيه، وقالوا مساكن باغيين يديروا وقفة وباغيين. وانا كنشكرهم من هنا، كنشكرهم كاملين، لأنهم كيعرفوني كيفاش كنت كنتعامل مع ولدي، وكيفاش كان عزيز عليا، وكيفاش وأنا لون يعاودوا يحبسوني وما يحرمونيش من ولدي. بغيت أنا ولدي متعلق بيا واحد الدرجة ما كتصورش، وأنا كذلك. وكنشكر خوتي بزاف بزاف المغاربة اللي تعاطفوا معايا وبيمدوا لي يد المساعدة. أنا ماشي فرحانة شي حاجة أكثر من فرحانة، والعيد ديالي الكبير إن شاء الله أنا نرجع لي ولدي، نرجع لي ولدي. أنا راني دابا ما عندي لا عيد لا فرحة. نهار العيد أنا كنعازل، ما كنمشيش لدارنا، كنمشي نجلس بوحدي، كنسد عليا باش ما نعيش دوك الأجواء تاع العيد، لأن أنا ما فرحانيش، ما قدرش يدوز لي العيد وأنا ولادي. الأم كيكونوا ولادها ماشي حداها، يعني ديفيسيل باش تقدر تأقلم وتقدر. انا ديما عندي محزنه، ديما عندي عزو، ديما اللي قدرتي توصلي ليه انت بهذا الاهتمام ديال المغاربه، وتفاعلوا معاك بشكل كبير وحسوا بيك وعانوا معاك، اللي دوا معاك بكى معاك، واش كتشوفي في الكلام اللي كيقولوا لك الناس كاين شي امل انه يدار الحل ان شاء الله وتشوفي الولد ديالك؟ فين وصلتي؟ يعني الخلاصه ديالك في الكلام ديالك مع المغاربه والجاليه المغربيه بشكل كبير اللي مهتمين بيك. كاين امل في الله وفيهم، اكيد اكيد مساكن بيدر المستحيل، كيقول لك غناخذ خطوه، غنسولوا ليك، غنمشوا للمحاميين، غنديروا وقفه. بغيتي باي حاجه، بغيت نساعدوك، نوقفوا معاك وقفه احتجاجيه قدام كونسوله، اللي بغيتي حنا نمدوا لك يد المساعده. كل شيء اتصل بيا، كل شيء كل شيء، الحمد لله كنشكرهم وبارك الله فيهم، اللي يحرمهم من وليداتهم، نتمنى ربي يشوفوهم كما تمناو. يا رب يا رب، الله يسهل عليهم. انا غنسولك حاجه اخرى، هو غتعاودي ليا في هذيك الظرفيه اللي عشتي في الحبس ديال البرازيل، عطيتيني شي نقط قويه، ومن بعد تسال الفيديو بقيتي كتعاودي ليا معاناه اخرى. الا تذكرتي شي حاجه من ديك المعاناه اللي عانيتي وضعوها الراي العام يعرفوا الماساه ديال كيفاش كانت. اش نقول لك؟ في الاول انا كنت نتسطى، لان ملي دخلت كنقول انا اقل حاجه انسان الا كان مشدود على واحد المادة ديال واحد الدروغ ولا أقل حاجة بعدا يعطوك بعدا واحد البلاد. كنت كنقول أنا كيف شدوني، قلت صافي غيشدوني واحد 5 سنين، هذه هي القليلة. يعني أنا ملي مشيت للحبس كنصد الحيط وكنبقى نبكي 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 لدرجة راسي بغيت نتسطى بيه. كنشرب باراسيتامول 3 مرات 4 في النهار، والو ما كيدير معايا حتى شي حاجة. ملي داوني قلت لك كنت مع وحدة قاتلة روح، وكل وحدة شنو دايرة. ودوك الناس كيكونوا يستعملوا الدروغ، يعني ملي كيدخلوا كيتقطعوا، كيوليو اغريسيف، كيوليو فهمتي، يتعاملوا بالعنف، هادي شادينهم معاك. كنقول مع وحدة كانت قاتلة روح اللي كانت مشدودة معايا، كنقول الله يا ربي الله، كنقول هادي ماشي فالزين،
كنقول ولكن الحمد لله ربي ديما كنت كنطالبو نبكي، درجة مرات كثرت ما تعاطفوا معايا شي بعض في الشومبر اللي انا فيه كيفيقوني ملي كيبغيو، ما كان بينا كل والو كيقول لي نوضي نصليو معاك. تصوري كيديروا هما دائرة كتعرفهم المسيح كيتشادوا باللي يدينوا كيطلبوا الله. اش كندير انا؟ كنوقف حداهم وهما كيطلبوا بطريقتهم، وانا كنقول يا ربي الا درت انا شي حاجه في حياتي ولا غلط، والا درت يا ربي دوزني من فضلك وسمح ليا وعلى ولدي ما تحرمنيش منه. كان بكي درجه كان بكي نبكي 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 ملي كيوقفوا ملي كنسالي القضايا تاع الدموع بالبكا. انا ملي ما تصطيتش كنحمد ربي ونشكره، ثبتتني غير الصلاه والدعاء والناس كيدعوا معايا وعائلتي والحمد لله. الناس واخا هما مسيح يعني كيصليو كيتكونيكتاو مع الله، الدعاء بطريقتهم هما كيتكونيكتاو مع الله، انا كذلك مثال. انا كنهز يدي ونطلب الله بطريقتي طريقه اسلاميه، كنقول يا ربي انا راه هاد الناس واخا هما مسيح وداكشي يعني كيتعاطفوا معايا بكثره ما كنبكي يوميا. يعني كنقول لهم ولدي صغير، كتقول لي وحده مسكينه انا راه عندي سته، هي افريكانا كدوري خديجه، انا راه عندي سته الاولاد وانا قبل منك سنين. صبري خديجه صبري صبري دابا يفرج الله. يعني ما كاينش اللي ما بكات معايا تما، وما حاجتش السنيورات كانوا كيتعاطفوا معايا. يمكن كون كنتكلم معاها اللي هما هادو اللي كيكونوا في السجن كانوا كيقولوا لهم سنيورات، بوليسيات كيقولوا لهم سنيورة. كان بقى نتكلم معاه وش حاجه وكنبكي، هما مساكن كيتعاطفوا معايا. المهم والمشكله المعاناه الكبيره هي كاينين عيالات بحال الرجال معانا وهما الشكل ديالهم بحال الراجل، وتما هما كيتصاحبوا وداكشي راك عارف اجنبيات كيدوزوا وقتهم في الحبس بصاحبه هادي مع هادي هادي. تصوري الا دزتي من حداها وشافت فيك هذيك كيقولوا لهم السباطون، وشافت فيك تغير منك وتقدر دير لك الدروغ، الا شافتك كيشوف فيك ولا بغاك ولا شي حاجه دير لك الدروغ في الماكله باش تقتلك. وشحال من وحده ماتت داروها مسكينه في بلاستيكه ومهودينه في الدروج، راسها كتسمعي كيتكلم يعني كتحسي براسك بحال راك انت في غابه ما عرفتيش فوقاش يجي اجل ديالك بالموت، تمشي في صندوق يعني واش تشوفي داركم واش تشوفي. ما كاينش تليفون ما كاينش نهائيا، دارنا ما عرفوش عليا شي حاجه ما عرفوش، بقاو كيسولوا 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 والو. واحد النهار جات عندنا جمعيه، هاد الجمعيه كتعاون الاجانب، عطاونا قالوا لنا شوفوا ايميلات، ما عنديش انا حتى ايميل، يقولوا لك باش تكتبي رساله وحنا نشدوها ونرسلوها في داك الايميل، وداك الايميل يجاوبونا نعاود ثاني نجيبوها لكم انا للحبس. ما عنديش. ديك التونسيه اش دارت؟ دخلت عندي نمره واحده في راسي هي نمره الوالده، كتبناها الخت التونسيه في ورقه وقلنا لها اتصلي بهادي وهادي، ودي هي اللي اتصلت مع دارنا وعرفوني من بعد ما دوزت هذيك المعاناه كثيره وشهوره ودهوره وتصطيت والحمد لله ورجعت. لا اله الا الله. دوزتي جهنم ديال الدنيا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا غنسولك سؤال اخر شخصي مهم ما كنتش تناولته معاك، ولكن دابا غادي نتناول معاك امور اخرى. انت كتعيشي دابا مع الاخ ديالك؟ كنعيش مع الاخ ديالي اللي زايد علي انا. وفي نفس الوقت الوضع ديالك ربي اللي علمك، كانت عندك شي منزل كنتي كاريه فيه ما بقاش عندك، كنتي خدامه تجمع لك الكرا جلستي. ومشيت كان ديباني مع خويا جالسه معاه، اش غندير؟ ما عنديش، ما كاينش البديل، ما كايناش خدمه، خدمه قليله، حتى سميتو الصالير قليل، يعني غتاخدي كاع مينيموم 3000 درهم وانت كاريه ب 2000 درهم. يعني معاناه اخرى، غربه. انا دابا حسيت بالغربه اللي ما حسيتش بها ملي كنت في برا، والله والله والحمد لله. ديما كنقول الحمد لله، معاناه ديال بصح سوفريت، ولكن كنقول يا ربي اعطيني الصبر، اعطيني الصبر ايوب، يا ربي اعطيني العوين، دائما هادشي اللي كنطلب. الله يفرج عليك يا ربي، شكرا لك. وانا غادي نستمر معك ان شاء الله في القصه ديالك. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا مستجدات جديده في الموضوع التفاعل المغاربه بقلبهم تواصلوا مع الاخت، وهذا شيء متعارف عليه. انا الحمد لله كان الاحساس ديالي تيقول بانهم المغاربه ما غاديش يدوزوها ذكورا واناث، هذا الشق الاول. وكذلك بعض النقط في المعاناه ديالها اللي دوزت في السجن عطتنا امور اخرى. مشاهدينا الكرام
ما يهمني اكثر في الموضوع ان الاخت خديجه العفه ديالها ما قدراتش تشرح المعاناه في الوضع الحالي اللي عندها دابا، هي ساكنه مع الاخ ديالها والوضع المادي ديالها الله عز وجل اللي عالم بها. النداء ديالنا لجل المغاربه اللي تواصلوا معاها وكذلك اللي غادي يشوفوا القصه ديالها لاول مره، ارجوكم ساعدوا الاخت وفق المستطاع. مشاهدينا الكرام، ما تطمحوا اليه الاخت خديجه تضافر الجهود بين المغاربه معها وكذلك حتى الوضع المادي شيئا ما الى توفر عندها اللي تنقل به من اجل تبع الهدف ديالها اللي هو هدف نبيل، هو طرف الكبده ديالها تشوفه. مشاهدينا الكرام، مره اخرى انا غنوضع رقم الهاتف ديالها والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. مشاهدينا الكرام، سوف ان شاء الله استمر في تتبع القضيه ديالها وسوف اوافيكم دائما بالجديد فيما يخص موضوع خديجه، اللي كنتمنى انه يا ربي بجهود الله عز وجل والدعم للمغاربه ماديا ومعنويا وبالاخص بشكل كبير الجاليه المغربيه يساعدوها تشوف الوليد ديالها. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.